حصل ولا ما حصلش اسره مدام ميمي جمال بناتها التوام والاحفاد كمان، حصل ولا ما حصلش ميمي على عكس ما بيبان على الشاشه هي ديكتاتوره في البيت وكلمتها لازم تمشي. اوبا دي مفاجاه. في احترام. يا راجل يا راجل في احترام، يعني لازم هم يعني يبقوا حاسين ان انا كلمتي بتمشي عليهم. طبعا نعمل ده اجماع. لا احنا طبعا يعني احنا طبعًا. مثلا لو اتفقنا في القرار خلاص، لو في اعتراض بين قراراتنا يبقى كلامها هي اللي هيمشي. يعني كلام ميمي جمال ماشي على الكبير والصغير كله. ميمي جمال لسه بتدينا عدايه لحد دلوقتي. أيوة. ايه ده فعلا؟ ايوه. طب والله العظيم ده انت تيتا جميله قوي. انا قلت اكيد خلاص. لا لا اكيد خلاص. لا لا في يعني في غير المواسم كمان يعني هي عيد الميلاد كل واحد معروف امتى ميعاده ياخد العيديه بتاعته. عيد الميلاد اعياد وبعدين ممكن تخترع هي مناسبات برضه. ايوه ماشي تدي الاحفاد انما بسم الله ما شاء الله وبناتي وبناتي. ميمي جمال طبخها حلو قوي قوي. حصل. ايوه. لا احكوا لنا بقى عن طبخ ميمي جمال. لا عندها طبخات لذيذه قوي، يعني من زمان كانت طول بتعمل باستا كده وفيها نقطه مسكره شويه كده وباللحمه البيبر بتبقى حلوه قوي. فذيس از بيكون حلو قوي. كشك رهيبه رهيبه كشك. ابداعي كشك. ايوه دي ست يونانيه كشك ابداع. ده علمت بابا بيحبه. بابا بيحبه جدا. لا بابا بقى حسن الحاجه اللي بيحبها حسن والرقاق والملوخيه. انا بحب الملوخيه كده خضراء. لا هو بيحب جنبها صلصه حمراء جنب الملوخيه. بلحمه بصلصه حمراء جنبها. انا بحب الملوخيه خضراء واللحمه عادي محمره او كده. لا هو عايز صلصه وبيحط صلصه يحط على هو له مزاج. فاللي هو بيحبه بعمله له. وانت يا نوره رايك احلى اكتر؟ بحب الفيليه بتعمله حلو قوي 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 والرقاق. طب خلينا بقى نحور حصل ولا ما حصلش ده ان نوره ونجله بيطبخوا حلو زي ماما. حصل ولا ما حصلش؟ ما حصلش ما حصلش ما حصلش ما حصلش. هي كده يا دي الكسوف. لا يعني بالمقارنه لا يا دي الكسوف. الصراحه قويه جدا. يا دي الكسوف. مش غلطتي يا ماما الصراحه حلوه. مش غلطتي. حصل ولا ما حصلش؟ ميمي ساعات تاخد هدوم من بناتها تلبس يعني هدوم من بناتها. حصل يعني لا حصل. في المرونه دي اكيد. في فتره نوره كانت مليانه فيها شويه وبعدين خست. فاقول لها الحاجات اللي كانت عندك ايام ما كنت مليانه راحت فين؟ موجوده يا ماما ابعتيها. على طول ابعتيها حبيبتي على طول. ليه لا؟ حصل ولا ما حصلش ميمي جمال محتفظه بفساتينها اللي مثلت بيها في مسرحيات وفي افلام؟ حصل. مش عارفين نوديهم فين يعني بس هم موجودين. بس لبست ده كانت فيلم. معلش انا هقول لك بس عشان انت كنت بتغزينا. في المسرحيه الواحده كانت تلبس 10,000 فستان. كانت كل ما تدخل وتخرج تطلع بطقم مختلف. عندها ثلاث فلاكارات محتفظين بالحاجه لغايه دلوقتي. حصل ولا ما حصلش؟ الاحفاد عارفين الاسم الحقيقي لميمي؟ است امينه. أمينة مصطفى جمال. طيب عارفين أسماء ماما الجدات؟ ستيلا مامتها. و كانوا بيسموها يايا. يايا مش عارفة يايا يايا. بس أنا بس اللي بقول اسمي في اليوم. هم ما يعرفوش في اليوم. هم كانوا بيقولوا يايا بس الولاد لا. يايا يايا يايا. الجدة جد يعني مامة جدتك. مختلفين. أنت اسمك الحقيقي أمينة مع ما نسيتي أمينة من زمان. أمينة. ميمي. ميمي. محدش بيقول لك أمينة خالص. ده في الباسبور بس في الحاجات دي. إنما ميمي ميمي خلاص. حصل ولا ما حصلش ميمي جمال بتغني وصوتها حلو؟ كان يا مكان يا سعد يا إكرام. بتغني لكم إيه؟ بتحب وردة بطريقة غير عادية. يا رب ربتنا على ورده. هي سايقه في العربيه قدام واحنا بنسمع ورده طول عمرنا. وصوتها حلو قوي. صوتها حلو. كان لا لسه يا ماما كان بيبي كان لا 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 كان لسه 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 لا 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 يا سلام مع الجمهور.
طب حد فيكم يجي يغني معايا؟ هنغني قولي حاجه حتى بربع، عارفه الدندنه مش الصوت مش فول فويس. بتونس بيك وانت معايا، بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا، لما تقرب انا بتونس بيك، لما تبعد انا بتونس بيك، وغيرها لك ويايا، وانت صوتك بيونسني، وهواك في البعد في البعد بيحرسني، وغيرك بيكون وياك ويايا. طب حصل ولا ما حصلش ميمي جمال دندوشة ودلوعة في البيت زي الأعداد الخارجية ولا لأ؟ حزينة أيوة. وكئيبة؟ لا أنا مش كئيبة، مش كئيبة، بس في البيت تلاقيني يعني بحريتي قوي، يعني ما فيش بقى قيود ولا شكل ولا ميك اب ولا لا 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 لا، انما فرفوشه ملوش علاقه بالشغل، انا اديل الحصان واقفه وعادي كده. عادي البيت عادي. قمر طيب حصل ولا ما حصلش انه ميمي جمال شايفاكوا كلكوا بناتها باحفادها متدلعين بالنسبه لجيلها؟ نرد فهمتي لاي مدى شايفينها ايه؟ بتشوفكم متدلعين لدرجه ايه؟ يعني. لا يعني لغايه ما كنا في سن معين صغيرين شويه، لا يعني انتوا بقى يعني لازم تعملوا اللي عليكم، تذاكروا تلتزموا بيوتكم، لما كبرنا وخلصنا التزاماتنا لا يعني خلاص بقى يعني، لكن الاول كانت انتوا بلاش دلع، انتوا ما شفتوش اللي انا شفته يعني كده، لكن دلوقتي مش عارف. انا ما بحبش الراجل المدلع صح، ولا احبش الراجل اللي الاقيه واقف بيرقص زي الستات. عندك حق، يعني الراجل كنت بشوف رشدي أباظة مثلا مسك العصاية كده وبيرقص رقصة راجل واقف بيرقص، لكن ألاقي راجل بيهز حاجات كده غريبة معرفش معايا ولا مش معايا. أحب الراجل يبقى راجل، يعني تشوفي أدا مثلا عم تيك توك يضحك، بس في حتت لا يمكن راجل راجل. طب بس احنا انا اشوفه قدامي كده. احنا عملنا ايه؟ لا هي بتتكلم عن الحاجات اللي في الجيل الجديد اللي انا ما بحبوش. طب قولي لي ما بتحبيش ايه تاني في الجيل الجديد؟ اللبس مثلا؟ يعني لا ما طبعا اللبس ده التليفون. اللبس ده يا ماما ذوق كل واحد. صح. مسكه التليفون في القعده ده بقى بالنسبه لها خلاص تيرن اوف. وهي ما انتوا كمان اكيد بتعصبوها يا ليلى. انا بروح اتغدى مثلا، هتغدى مثلا عند بنتي دي او بنتي دي، خلاص قاعدين على السفره، ايه لازمه الموبايل على السفره؟ ايه لازمته؟ بيبقى في حاجات مهمه جدا ما ينفعش يفوتها. قولوا ردوا على يعني احنا قاعدين، خدي دي يا ماما، كلي ده، اكلت ده حبيبي، ايه رايك في ده كده، احنا متعودين. يعني انا احب مثلا اغرف وادي ده واكل واشوف وشوشهم، تلاقيني بحط الحاجه في الطاوله يا حبيبي سيبه بقى، سيبه في الاخر بقى، سيبوا الموبايلات بقى، يعني سيبوا خمس دقايق عشر دقايق قاعدين مع بعضينا نبص لبعض، وعايزه اشوف وشك يا اخي طول النهار عامل كده. طب قولي يا ليلى، يعني قولي موقفك، يعني اكيد انت بتتضايقي من تيتا او بتتضايقي من ميمي لما بتقول لك سيب الموبايل. انا ما اقدرش ادافع عن نفسي بصراحه في الحته دي، عشان هي صح مش هينفع ادافع عن نفسي. برافو يا ليلى. بس لا يعني قولي 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 لما بخش اوضه النوم والاقيكي قاعده وحاطه قدامك ايه؟ اللابتوب والتليفون. اللابتوب والتليفون والفيشه معطوطه هنا واحده واحده هنا واحده. ده الفيشه تبقى هنا. ايوه والله حطها كده وقاعده كده اهو، يعني ما حصل ولا ما حصلش ميمي جمال مساهمتها كبيره قوي زياده عن اللزوم في جروب العيله؟ حصل. أمثلة بقى. يعني نص الواتساب داتا عندي مثلا بنتكلم في 30 جيجا بايت كله فيديوهات بقى تيك توك وفورورد فورورد، بصوا على طب بصوا الضحك زي طب يا جماعة خلي بالكم الجو بكرة وحش ما تنزلوش النكتة الأكل كله كله. لا كل يوم الصبح بفتح ألاقي تيتا بعتها مثلا صور، يا إما صورنا كلنا يا إما صور نكت
ست اكتف كل يوم. ايوه تن تن مسج من تيتا. هسأل سؤال محرج جدا. كنتوا بتشوفوا مين ممثل اجمد من التاني، حسن مصطفى ولا ميمي جمال؟ حسن وانتوا صغيرين خدوا بالكم، هو ممكن لما كبرتوا بقى عندكم اراء اخرى. خلي بالك احنا واحنا صغيرين برضو ما كناش ايه فاهمين قوي، بس كنا بنسمع ناس تشي باباكي حسن مصطفى، فكانت كتير قوي لانه كان ادوار العيال كبرت والمدرسه المشاغبين ليهم بصمه كبيره ورصيد عند الناس، فانت باباكي حسن مصطفى كنا حاسين ان بابا حاجه جامده بقى قوي، فاهمه كنا حاسين ان بابا اقوى. لا وكان طبعًا. دول المسرحيات دول كانوا مكسرين الدنيا، كانوا مكسرين في الاعياد دايما يجيبوا عيال كبرت، وبالنسبه لنا احنا دول مي فاصوليا او عيش المجانين، دول لازم يجوا في الاعياد لازم طبعا. فبنقعد دايما اقول ايه المسرحيه بتاعت سمير غانم، مسرحيه بتاعت عادل امام، مسرحيه بتاعت لازم طبعًا. الحمد لله ان احنا متواجدين المده دي كلها، والحمد لله احنا في اذهان الناس حاجات حلوه وجميله وفي المناسبات. حسن مصطفى كان اقرب، كنتوا بتحبوا رمضان السكري اكتر ولا حضره الناظر؟ لا الاثنين الاثنين. انا بحب رمضان السكري. صباح الخير يا بابا، طلعت يا محلى نورها شمس الشموس، يلا بنا نملى ونحلى لبن الجاموس، لبن الجاموس، الجاموسة الجاموسة عيني على الجاموسة عيني، جاموسة راحت تقابل جاموسة، جاموسة راحت تقابل جاموسة عيني ملقتهاش جاموسة ليلي، لقطها بقرة يا عيني ليلي. الجمايس لما تتقابل يا عيني، يا عيني على الجمايس لما تتقابل يا عيني، يا 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 جاموسة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، والله عيش يا رمضان يا سكري، ما شفت ولادك وفيهم واحد مطرب. طلعت يا ما احلى نورها شمس الشموس، يلا بنا نملى ونحلب لبن الجاموس، يونس شلبي لبن الجاموس. كنت تتخيلي؟ معلش سؤال يعني ليا للحياه يعني عامه، كنتوا تتخيلوا بعد ما باباكوا توفى ان مامتكوا كانت بتحبه قوي كده؟ انا اقول لا طبعا، كانت يعني نوع الحب اللي كان بينهم ممكن اكتشفناه بعدين، يعني الارتباط الجامد قوي بان في طريقه حزن ماما اكيد يعني، وبدت بتقول كلام احنا ما كناش نعرفه لما كان حسن كذا، لما كنا بنعمل، فطريقه اللي كانت بتحكي بيها بينت ارتباط قوي، احنا ممكن حاجات بينهم هما الاثنين ما كناش نعرفها، فطبعا ارتباط قوي يعني جدا. قصدي احيانا يمكن تفاصيل الحياه كتيره، بالذات تفاصيل الاولاد والكفاح والشغل وكده، ممكن تشوش على القرب العاطفي ما بين الرجل والست، لما ده بيروح بتبان جوهر العلاقه، ففعلا بان اكتر بعد وفاته، لان هي بتحكي لنا حاجات كتير جدا احنا ما كناش نعرفها، وكل مشاعرها باينه فيها. فطبعا عشره عمر طبعا، سند دهر، حياه طويله، بس الذكريات موجوده والمحبه موجوده طبعا الحمد لله. بس يعني فكره ان احنا نتخطى الحزن وتفضل الذكريات، ده اكتر حاجه ايجابيه في الدنيا، ودي اكتر حاجه حلوه واحنا فرحانين بيها، واحنا بنحتفل بمجموعه من الادوار الحلوه والتكريم اللي حصل لميمي جمال في بيروت مؤخرا، اللي ده بيقلل فكره انه حزننا ممكن يبقى معانا بس ما يوقفناش، ما يكئبناش، ما يعرقلش الحياة ولا الإنجاز فيها. تحية كبيرة ليك يا حبيبتي. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.